أنا طبعا الفرنسي بتاعي يعني اتوفى من فترة، لأن أنا آخر مرة اتكلمت فرنسي كان أكتر من 20 سنة، فاستحملوني يعني أتكلم بالعربي. امبارح الولاد بتوع ثانوي استحملوني، تعبتهم يعني. الموضوع بتاعنا بعنوان سوايي أو كونو، فهقول كده انتروديكسيون بعد كده أدخل في الموضوع. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمة كونوا في الكتاب المقدس تيجي كتير قوي، عهد جديد وقديم، لأنه عاملة زي ما يكون إيه؟ ربنا عامل زي ما يكون أب أو أم مقعد ولاده قدامه وعايز يقول له خليك كذا، خليك كذا، كل شوية كونوا لطفاء، كونوا حكماء، كونوا بسطاء، كونوا شاكرين، كونوا فرحين، كونوا مكتفين، كونوا كاملين، كونوا قديسين. تلاقي كونوا كتير قوي في الكتاب المقدس. عامل زي ما يكون عمال يقول لابنه انا عايزك حلو، انا عايزك كويس، فزي ما تكون الام بتوشوش في ودن ولادها خليك كذا. الام دايما كده في وسط المجتمع تلاقي مثلا ابنها معاها وخارجين في خروجه كل شويه توشوش في ودنه، حبيبي خليك هادي، حبيبي خليك بولي، حبيبي بلاش تعمل دوشه، خلي بالك انت بتفتفت وانت بتاكل. فكل شويه ماما بقها في ودن ابنها عماله تمليه يعمل ايه؟ فربنا بيعمل معانا كده، كل شويه يقول لنا كونوا حاجه، وساعات يقول لنا ايه بقى؟ لا تكونوا، لا تكونوا كالباقين، لا تكونوا كالحزان الذين لا رجاء لهم، لا تكونوا مثلا في الشر، كونوا اولادا في الشر، يعني خليكم اطفال في الشر، انما في الخير خليكم كاملين. فتلاقي في كونوا وتلاقي في لا تكونوا، في كونوا وفي لا تكونوا. أول موضوع نبدأ بيه النهاردة بنعمة ربنا هو كونوا مكتفين. سوايي كونتونتي أو كونتونتي فو. كونوا مكتفين، إحنا ما نعرفش نحط ديفينيسيون كده كلمة مكتفين أو كونتونتي. يعني إيه كلمة كونتونتي؟ أسمع شوية آراء بقى كده عشان أشوف يعني إحنا فين، بعدين نبتدي نكمل الموضوع. يعني إيه كونتونتي؟ كونتونتي فو. اكتفي بإيه؟ ما أصل موضوع مكتفين ده شيء نسبي. ممكن واحد يكتفي بعربيه قد كده، وممكن واحد عشان يحس انه كونتونتي يحتاج عربيه مش عارف شكلها ايه. فاحنا فين؟ يعني ايه كلمه كونتونتي؟ ويا ترى ايه هي الميجرمون اللي المفروض بستخدمها عشان اعرف انا كده كونتونتي ولا انا كده بليكو كونتونتي؟ يعني ايه كلمه كونتونتي؟ دي كيستيون عشان نتناقش فيها. مين عنده راي؟ ايه كمان؟ ممتاز، اتفضل. quelque chose qui nous suffit. يعني انا حاسس ان انا مش محتاج حاجه تاني. كلمه سوفي دي كلمه حلوه خالص، انا مش محتاج حاجه تاني. وكلمه كونتونتي او ان انا سوفي 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 او سا سوفي كلمه سوفي دي كلمه حلوه لانها بتخليني حاسس ان انا شعور روحي حلو خالص. يا بخت الانسان اللي يحس انه مش محتاج حاجه، يعرف يقول المزمور اللي بنقوله، المزمور 23 حافظينه؟ الرب رعية فلا يعوزني شيء. في القداس الغرغوري ابونا بيقول كلمه سوفيدي، بيقول ايه؟ لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. صعبه بقى دي. يعني ايه لم تدعني معوزا شيئا؟ يعني مش مخليني عايز حاجه يا رب، مش محتاج حاجه. قديس أغسطينوس يقول على قمة العالم جلست حينما أحسست إني مش عايز حاجة ولا محتاج حاجة. واحد سان أوجستان قال إيه؟ قال أنا قعدت على السومي بتاع طول مونت. إمتى؟ لما حسيت إن أنا مش محتاج حاجة ومش نفسي في حاجة. حسيت إن الموند كله عند رجلي، أنا دايس عليه لأني أنا مش محتاج حاجة. تقول له نفسك في إيه؟ يقول لك ده كله عند الرجلين. مكان العالم مش فوق الراس، العالم مكانه الحقيقي عند ولاد ربنا فين؟ عند رجليه. أنا I'm satisfied، أنا فرحان، أنا مكتفي، أنا مش ناقصني حاجة، شعور جميل. إيه كمان؟ كونتونتيفو، اتفضل. يعني مثلا on a un verre d'eau à moitié rempli، يعني on valorise la moitié pleine plutôt que la moitié vide. جميل، دايما ببص على الماتيه رومبلي، فدي شعور
أو الطريقة اللي ببقى بيها كونتنتي، مش دايما ببص إيه اللي مش عندي، لكن ببص على اللي عندي. يبقى الإنسان اللي هيشعر إن هو كونتنتي هو الإنسان اللي يشعر دايما عينه مشغولة باللي عنده، عينه مشغولة بالحاجات الكتير اللي عنده، مش مشغولة باللي مش عنده. واحد يبص كده على اللي عنده يقول يا سلام يا رب، أنا لو قعدت أشكرك مش ممكن الوقت يكفي، أشكرك على إيه ولا إيه؟ وفي واحد تاني تقول له أشكر ربنا يقول لك ما هشكره الحمد لله، بس يعني ما ربنا بيدي الحاجات دي لكل الناس، أشكره على إيه؟ أنا مش حاسس المفروض أشكر ربنا أوي. أوكي ربنا حلو لطيف، الصحة بقى وتقول لي الصحة والفلوس والمش عارف إيه، أوكي ثانك يو يا رب. بس مش هو ده الموضوع، إحنا كونتنتي ده واحد واقف قدام ربنا يقول له أنا مش عارف أشكرك إزاي؟ ده انت حلو قوي، كل ده اديتهولي، انا ما استحقش كل ده. ده واحد مشغول باللي عنده، مشغول بالايه؟ ماتير امبلي. ايه كمان؟ اتفضل. نرضى باراده ربنا، برضو دي فكره حلوه. لما الاقي نفسي في حاجه مش عندي ونفسي فيها، الانسان اللي عنده الاكتفاء بيرضى، حتى لو تعبته قوي الحاجه اللي ناقصه، هو في الاخر بيعرف يقول ومال يا رب، ما انت بتختار لي دايما الصالح، حتى لو الحاجة دي ناقصتني ما يجراش حاجة، أنا مسلم ليك، أنا واثق فيك، أنا بين إيديك، ده أنت ضابط الكل، ده أنت تو بويسون، ده أنت البينيفيتير، ده أنت بتعمل لي كل حاجة حلوة، أنا مش محتاج حاجة تاني، أنا بين إيديك. فحتى لما بتنقصه حاجة بيقبل وبيرضى، مش بيخاصم ربنا. الإنسان اللي بيعرف يشكر ما مش ممكن يقع في خصام مع الله، لكن في ناس بتخاصم ربنا، عارفين كده؟ ممكن واحد يقول لربنا كده، انا رب مش عايزك، لان انا طلبت منك 10 طلبات ما عملتليش ولا واحد، فانا زعلت من ربنا. وممكن يقولها بصوت عالي، يعني ممكن تقعد تقول له ما بتجيش الكنيسه ليه يا فلان، ما بتصليش ليه، يقول لك انا مش قادر اصلي، انا مش عايز ربنا، مش عايز ربنا لان انا مش مقتنع ان ربنا موجود، يعني مش اتيزم، بس انا عارف انه موجود، بس انا مش قادر اعمل معاه ريلاسيون علشان هو ما عملليش اللي انا عايزه، فانا مشغول قوي باللي انا كنت عايزه اكتر ما انا مشغول بربنا. فلما ما جاش الحاجة اللي أنا عايزها زعلت من ربنا. أنتوا فاهمين حاجة؟ طب كل شوية برضو هزوا راسكم كده عشان تحس إن أنا بس بلاش متحف الشمع عشان تتخض، بحس إن في حاجة غلط يعني. فكل شوية ادوني ثقة في نفسي عشان ثقتي في نفسي مهزوزة، محتاج كل شوية كده يعني تشجيع. المهم إيه كمان؟ طب إيه كمان يخلينا كونتنتين؟ ايه كمان يخلينا كونتنتي؟ كونتنتي فو. حد عنده رأي تاني؟ طيب تعالوا نمشي كده مع البرزنتاسيون بتاعتنا، نشوف النص الأول اللي هنقف قدامه. أول حاجة علشان كومونس كونتنتي أنا عايز أتكلم في أربع نقط. أول حاجة سوايي أم، وبعدين سوايي ريكونيسانت أو ريميرسي يعني، وسوايي شاريتاب، وسوايي راساسيي. أول حاجة خليك متواضع، تاني حاجة اعرف اشكر ربنا، تالت حاجة تعرف تدي، تالت حاجة رساسية. رساسية يعني ايه؟ شبعان. انت مكتفي وشبعان، شبعان يعني مش يعني دي الريلاسيون مع ربنا يسوع. اتكلم على واحدة واحدة فيهم بالتفصيل. أول حاجة ايه؟ سوايي أم. طب ايه علاقة سوايي أم؟ ايه الريلاسيون بين أم وبين سكونتانتين؟ لا دي خلاص دي برودكسيون. هنا بقى فوالا. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13. يعني ثق ان ربنا هيرعاك، ثق ان انت في ايد ربنا، فهو مش هيسيبك محتاج حاجه. فإذا خليك دايما مكتفي، لأن اللي معاك غني قوي قوي. ممكن أنا أبقى ماشي مفيش في جيبي ولا يورو واحد، بس أنا ماشي مع دكتور سامي ولا ماشي مع أستاذ عماد، أنا عارف إن لو احتجت حاجة هما هيتصرفوا. يعني ده رجاء يعني. بس بعض. قصدي أقول إيه؟ بلاش المثل ده. لو أنا ولد صغير ماشي مع باباه، مش ممكن وأنا رايح مشوار أبقى أقول للبابا إيه؟ ثانية واحدة ما خدش فلوس، افتح الحصالة، حصالة دي يا ابني، أنت رايح مع باباك، خلاص أمشي مع بابا وخلاص، هو يتصرف. يقول لك بس أحسن في السكة الواحد يحتاج حاجة مواصلات، بابا معايا.
فبتحتاج تاكل، تحتاج تشرب، برضه معايا. فالواحد يبقى معايا قرشين احتياطي علشان انا افرض تعبت اخد دواء اروح مستشفى. بابا خلاص الموضوع خلصان يعني، مش هقعد افكر، ده عشان بابا مسؤول. ده شعور حلو قوي، بابا مسؤول. ده شعور الانسان بقى اللي فرحان بعلاقته مع ربنا. زمان وانت صغير كنت لما تركب العربيه مع بابا تقعد على الكنبه اللي ورا تتنطط وتقعد تحاول تقرا اليوفط وتعد العربيات، كم عربيه روش وكم عربيه فان يعني. ده كل اللي شغلك في المشروع، رايح فين ما تعرفش، ترجع انت مش مهم. العربيه يا ترى فيها بنزين؟ مش موضوعي. فرامل كويسه؟ فان كويسه؟ انا حلوين؟ بابا ايه المشكلة؟ حتى لو مش حلوين انا مالي؟ انا دينا قاعدين نقضي وقت ظريف نتنطط وفرحانين وخلاص. ده شعور الانسان اللي ساب نفسه في ايد ربنا كده، رفع ايده. عشان كده لما بنيجي نصلي نعمل ايدينا كده. ليه بنعمل ايدينا كده؟ مش بس بنرفع ايدينا ناحيه ربنا عشان نطلب، لكن كاننا بنقول له ايه؟ شيلنا. انت تشيل زي البيبي لما يروح لمامته يعمل لها ايده كده، حتى من غير ما يتكلم تقوم شايلها على طول. احنا بنيجي نصلي نرفع ايدينا ونقول شيلنا. شلنا دي فيها كل حاجة بقى، شلنا روحيا وشلنا نفسيا، احتياجاتي النفسية، شلني جسديا، شلني كل حاجة، أنا بين إيديك، أنت المسؤول. L'humilité et la satisfaction sont parfaitement liées. Le fait de ne pas me contenter est un problème d'ego. Je veux plus, je mérite plus, Dieu te est, tu es injuste car tu ne me donnes pas. لا دي البوان اللي أنا بكتبها يعني، أنا عايز بقى النص اللي احنا هنقراه. Voilà. Philippiens. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la tristesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Peut-être la dernière verset que l'on a dit, je puis tout dans celui qui me fortifie. Ok? احنا الآية دي بنحبها خالص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. واجي عند كلمة تو وشد تحتها كذا تيري. Je puis tout. تعال أقول الكلمة دي لأي واحد في الدنيا يقول لك بس بالراحة. Puis tout إيه؟ خليك على قدك. في حد في الدنيا يستطيع كل شيء؟ ايه الكلام ده؟ كلام مش منطقي. سي با لوجيك يعني. انما الوحيد اللي يقدر يقول جو بوي تو ها؟ بار سولوي كو مو فورتيفي، بار سولوي دي في العربي هي في المسيح يعني دون لو جيزو. الترجمة بتاعتها جاية كده. أهي كلمة دون لو جيزو ده أو كلمة في مش موجودة في أي إيمان تاني في الدنيا غير الإيمان المسيحي. أستطيع كل شيء في المسيح. أنا في المسيح. حرف الفي ده مش موجود في أي حتة تاني. أي واحد تاني بيحاول يوصل لربنا، بس ربنا فين وأنت فين؟ إنما اللي يبقى جوه ربنا ده يبص كده يقول ده أنا أقدر على كل شيء، مش عشان أنا قوي، لكن عشان أنا مع المسيح. عشان كده أول جزء في الآية ملوش معنى. أستطيع كل شيء. إلا لو أضفت له الجزء التاني. بارسل ويكي مفورتي فيه. الجزء التاني هو اللي يفسر الأوامر. اللي يعرف يقول بار سولوي كي مو فورتيفي يعرف يقول جو بوي تو. يعني العكس. طيب الآية الحلوة دي اللي كلنا بنفرح بيها وكتبناها على الورق بتاع الامتحانات وليلة الامتحانات كتبناها على المادة الصعبة، كلنا بنحب الآية دي. طيب إمتى نعرف نقول الآية دي؟ لما نقول النص اللي قبلها الباساج كله. بولس بيقول إيه؟ سان بول يقول سي ني باز اون فيو دو مي بوزوان كو جو دي سولا. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. أنا تعلمت إن أنا أبقى مكتفي بأي حاجة أنا فيها. مكتفي بأي شيء. تقول لي بولس ده أنت راجل كان عندك كتير قوي. قال أنا سبت كل حاجة من أجل المسيح ودلوقتي دلوقتي يا عيني كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كأن إحنا ما عندناش حاجة مع إن إحنا عندنا المسيح. تيجي بولس الرسول كده اللي كان فيلسوف وكان معاه الجنسية الرومانية وكان إنسان بيعرف ثلاث أربع لغات وإنسان يعني يعتبر كده مستقبله يعني جارانتية. تيجي تقول له أنت دلوقتي تملك إيه؟ يقول لك ولا حاجة، لدرجة إنه في أحد الرسائل وهو بيكتب رسالة
قال لهم العداء التي دركتها في ترواس، يعني الجلبيه بتاعتي اللي سبتها في بلد اسمها ترواس هاتوها لي. عارفين ده معنى ايه؟ انا ما عندوش غيرها، الشتا داخل عليا. بيكتب رساله فبيقول كده ابعتوا لي الجلبيه، يا ابعتوا لي الجلبيه، يعني تخيل تكلم مصر تقول لهم لو سمحتوا ابعتوا لي البيجامه بتاعتي. خلاص في طريق ما فيش بيجامات، يعني معكش فلوس تجيب بيجامه؟ انت المستوى ده اللي بيتكلم وبيقول انا مش محتاج حاجه، بيقول لهم هاتوا لي الجلابيه بتاعتي اللي عندكم، يعني للدرجه دي هو فقير. وبيقول انا حاجاتي وحاجات الذين معي خدماتها هاتان اليدان، يعني انا بشتغل بايديا مش محتاج اخد فلوس من حد. عشان كده بولس كان مكتفي لانه متواضع، اتعلم كل شيء. يقول كده ايه؟ je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. يعرف يعيش في التضاع. الإنسان المتواضع يعرف يشكر ربنا. حد شاطر يعرف يربط بين الشكر والتواضع؟ إيه علاقة الشكر بالتواضع؟ أو إيه علاقة إن أنا أبقى مش الشكر، أبقى مكتفي بإني أبقى متواضع؟ هقول لك. الإنسان المتواضع يبص كده للي حواليه يقول كل ده يا رب أنت مديهولي، أنا ما أستحقش كل ده، ده أكتر من اللي أنا أستحقه بكتير. إنما الإنسان اللي عنده إيجو دي أزمة. تلاقيه بص كده يقول لها الحقيقة أنا كنت أستحق أكتر من كده، أنت يا رب قصرت إنك تديني، كأنه عايز يقول كده، أنت كنت المفروض تديني بدل آن دو ترا، كنت المفروض تديني كوسان كوسيس، كونك مش مديني غير آن دو ترا ده ظلم، أنا كنت أستحق أكتر من كده، أنا كنت المفروض آخد نمر أحسن من كده، أنا كنت المفروض تبقى فرصتي في الشغل أقوى من كده، أنا كنت المفروض أنجح في حياتي أكتر من فلان. توصل بقى لكده، إيه ده؟ أنا مشغول قوي بنفسه، والتاني بيقول إيه؟ كتير عليا يا رب اللي انت اديتهولي، انا اكتر من اللي استحقه بكتير، انا ما استحقش كل ده. عشان كده المتواضع يعرف يشكر ربنا. واحد من القديسين قال عباره، قال ايه؟ قال كن متضعا لتكون فرحا، خليك متواضع تبقى فرحان، وخليك شاكر اشكر ربنا فرحك يدوم. تاني اقولها تاني، كن متضعا لتكون فرحا وكن شاكرا فيدوم فرحك. فهمت حاجة؟ لا، هقولها تاني، هقولها تاني بالله. خليك إيميليه كده، خليك متواضع فتبقى فرحان. لأن محدش يعرف يزعل المتواضع. مين يعرف يزعل المتواضع؟ مش ممكن تعرف تزعل واحد متواضع. لو جيت للمتواضع كده قلت له على فكرة فلان، أنا عايز أقول لك حاجة، اتصرفت بطريقة بايخة جدا النهاردة. يقول لك كان باين عندك حق. حاضر خلي بالي. هو متواضع. فيقبل العتاب. ولو رحت لواحد تاني او رحت اللي جنبه وقلت له فلان انت رائع، انت خطير، انت النهارده قمت بالخدمه دي كلها، اللي قاعد جنبه لانه متواضع فعلا ده ممتاز، ده احنا لولاه كان اليوم باظ، يشكر معاه. يعني مش بيغير، مش بيفرق من جواه، مش متغاظ من جواه لان في حد تاني اخذ كرامه لانه متواضع. لو مدحوا غيره يمدح معاهم، ولو ذموه يقول عندكم حق، ولو ادوله حاجه صغيره يقول ده كتير عليا، ولو ما ادلوش خالص يقول ما انا ما استاهلش، ولو ربنا اداله يشكر. هو متواضع مش فارق معاه حاجه. عشان كده خليك متواضع تبقى فرحان. عايز تبقى فرحان خليك متواضع. ساعات كتير جزء كبير قوي من الضيق اللي بيبقى عندنا او المضايقه او الاحباط او الحزن بيكون سببه اصلا الايجو، ازمه ايجو. عارفين ليه؟ ادي مثال. ممكن مثلا تلاقي بنت قاعده زعلانه كده تعيط منهاره مخلصه علبتين مناديل، تقول لها فلانه انت متضايقه من ايه؟ انا مش عارفه. تقول لها طب بس انت داخله في العلبه الثالثه، انت في ايه اللي زعلانه؟ انا مش عارفه، انا لو اعرف انا متضايقه اني مش عارفه انا متضايقه من ايه؟ يعني ده جزء ثاني في المشكله، متضايقه وبعيط، دي كانت العلبه الاولانيه، العلبه الثانيه بقى كنت متضايقه اني مش عارفه انا عيطت في ايه في العلبه الاولانيه، فهي متضايقه. تقول لها يا ماما طب احكي، طب حاجه ضايقتك، طب حد زعلك؟ مش عارف. بعدين تطلع بالراحه كده كده واحده واحده نفكر. يومك مشي ازاي الصبح؟ عادي، انا الصبح رحت الجامعه وقابلت اصحابي وحصل موقف. طب احكي لي كده الموقف. هو بص في واحده كده اصلها سلمت عليا كده بطريقه مش حلوه، انا اصلا بنتي دي ما بتنزليش من الصبح. انا سلمت عليا بطريقه بايخه، حسيت كده انه ايه ده؟ يعني هي ليه بتعاملني كده؟ وهي ازاي تسمح لنفسها؟ بعدين انا عرفت ان هم اتكلموا عليا، وبعدين انا استني 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 استني
قفشنا المشكلة. المشكلة طلعت إيه؟ أنا سلمت عليا وحش، كلموا عليا، ما قبلونيش كويس، مدحوا فلانة في حتة ذات. طيب أعمل إيه عشان أفرح ولا حاجة؟ اقفش الذات دي وماسكها كده، طلعها واديها للمسيح، قلت له امسك يا رب، قفشت لك واحدة ذات أهي، هي دي اللي منكدة عليا، أنا عايز أبقى متواضع، ويعني تسلم عليا زي ما تسلم ولا يقول اللي يقولوه، ويعني. خلاص فرحت وانبسطت وارتحت والمشكلة اتحلت. ساعات كتير مشاكلنا وضيقنا بيبقى بسبب الذات. لما تبقى متواضع الموضوع هيبقى بسيط خالص. خليك متواضع تبقى ايه؟ فرحان، وخليك شاكر واشكر ربنا كتير، ففرحك يدوم ويستمر على طول. عشان كده بولس الرسول كان قادر يكتفي، قادر يقول اللي عندي كتير عليا. هقول آية صعبة بالعربي وبعدين هشرحها يعني. أبونا يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، لما هرب من أخوه، عارفين قصة؟ وراح عند خاله لابان واشتغل واتجوز واحدة غلط، بعد اتجوز واحدة أختها، بعدين رجع بقى بإيه؟ بغنم وعيال ومراتاته وراجع. في المشوار ده وهو راجع كان هيقابل أخوه، فكان خايف جدا. فهو خايف كده قعد بقاله 20 سنة يمكن ما صلاش ولا اتكلم مع ربنا ولا شاف أخوه. هنا بقى يعقوب ركع على الأرض وبدأ يرفع عينه ناحية السماء ويصلي، لأنه هيقابل أخوه كان خايف. فلما اتضع من الخوف، لما حس إنه قليل، لما حس بإمكانياته قليلة، وقلبه كده اتكسر قدام ربنا، وقف يصلي. قال إيه؟ قال عبارة جميلة، قال جملة حلوة، قال: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعتها مع عبدك، لأني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشي. يعني إيه؟ صغير أنا عن جميع ألطافك، أنا مستحق الشراب اللي جيته، أنا صغير قوي على اللي أنت عملته معايا ده كله، وكل الأمانة، الحب والمحبة والأمانة اللي أنت عملتها معايا، رغم إن أنا ما كنتش أمين معاك، رغم إن أنا غشيت أبويا وخدت البكورية وغشيت خالي وخدت منه مش عارف إيه، بس أنت يا رب كنت أمين معايا برغم إن أنا ما كنتش أمين معاك. أنا حسيت إني صغير قوي، كسفت لنفسي لما شفت ربنا عمل معايا إيه وأنا كنت بعمل معايا. صغير أنا عن جميع ألطافك، يعني شو سويت توبتي قدام اللي أنت عملته ده كله يا رب، والأمانة التي صنعتها معاك، لأني بعصاي عبرت الأردن. لما جيت هربان من وش أخويا، كان مفيش في إيدي غير عصايا لما عبرت الأردن ده، لما عديت من ناحية كنت ماسك على يساري، والآن صرت جيشين. يعني إيه؟ يعني الست دي بعيالها والست دي بعيالها، جيشين يعني، معايا جيش عيال. شوف البركه اللي انت اديتها لي، ده انا كنت جاي حته واحد غربان ماسك عصايه وطالع يجري، دلوقتي شوف العز اللي انا فيه. انا ايه اصلا؟ صغير انا عن جميع الطرف. يا بخت البني ادم والانسان اللي يعرف يقف قدام ربنا ويقول له صغير انا عن جميع الطرفك، يا بخته اللي يعرف يقف قدام ربنا يقول له ده كتير عليا قوي يا رب اللي انت عملته، يا بخته، ده يبقى فرحان على طول. مهما نقصوا اي حاجه، زي ما كان بيقول حد هنا، هيبص دايما على الايه؟ بالمعطيه الرامبليه، عمره ما هيبص على الفاضي، لان الرامبليه اوريدي شغله قوي مش ملحق يشكر عليه. صغير انا عن جميع الطفل، يبقى اول حاجه تخليني مكتفي ان اكون متواضع. لما احس ان انا بفرق وناقصني كتير، ده نوع من انواع عدم الاتضاع، دي مشكله شخصيه، ده انا مش شبعان بربنا. لو كنت متواضع مش هيفرق معاك حاجة، هتبقى فرحان على طول. ناخد سبب تاني. سوايي تاني واحدة ريكونيسون، اوكي، اللي هي ريميرسيه. بصوا في تسالونيكي كده يقول ايه؟ روندي غراس اون توت شوز كار سي تا فوتر ايجار لا فولونتي دي ديو ان جيسو كريست. روندي غراس اون توت شوز، اشكروا على كل شيء، اشكروا على كل شيء. احس دايما انك محتاج تقف قدام ربنا تشكر على كل حاجه. ساعات اقول لواحد يكون عنده متضايق، اقول له طب هديك تدريب، امسك ورقه وقلم واكتب دعاء عفان، واكتب لي كده فان شوز تشكر عليهم ربنا، ولو انت شاطر خليهم فانسانك، ولو انت عرفتي تعملي الفانسانك خليهم ترند، حاولي تشكر ربنا. عندك فان شوز تشكر عليهم ربنا؟ يقول لي فان شوز لا ده كتير، اصل هنقعد بقى نقول اشكرك يا رب على الاكل والشرب واللبس والصحه والكلام الفاضي ده، انا عايز اشكر ربنا على حاجه، انا مش حاسس ان انا ينفع اشكر ربنا على حاجه. دي مشكله ان عينه مش شايفه.
ساعات الشيطان بينجح انه يلبسنا نظاره سوداء زي نظاره الشمس كده. لو انا قاعد في وسطكم لابس نظاره شمس مش ممكن اقدر اميز لون الهدوم بالظبط ولون الحيطه ولون الكراسي، لانه اوريدي عيني شايفه الدنيا غامقه. فساعات الشيطان يفرض علينا نظاره شمس يخلي الدنيا غامقه. بعدين لو عرفنا ننجح ان احنا نشيل النظاره دي تلاقي لا الحقيقه الالوان ما كانتش كده، الدنيا مش بالسواد ده، احنا احلى من كده بكتير. فساعات تبص لنفسك بنظاره شمس نظاره سود، فاهمين؟ مش قوي. وساعات ابص للاخرين بنظاره شمس، وساعات ابص لربنا بنظاره شمس. يعني ايه؟ شايف نفسي وحش قوي، شايف الاخرين كلهم فقد الثقه فيهم، فلان ده عنده ذات وفلان دي طالعه فيها وفلان ده انا ما بتنزلش من زوره وفلان ده انا مش بحبه، وابص لربنا بنظره شمس. ربنا مش سائل فيا، ربنا مش حاسس بينا، ربنا مش بيسمع صلاتنا. الشيطان قاعد بيسقف فرحان جدا لان النظاره الشمس نجحت، ودي اسمها خطه الايه؟ النظاره الشمس. يلبسك النظاره الشمس يخليك قاعد بقى انت شايف بس شايف الدنيا سودا. لو تعرف تتشطر وايدك كده تتمد وتنزع النظاره الشمس تشيلها هتشوف الدنيا مختلفه. تعرف تشكر ربنا على كل حاجه، عندك فان شوز تشكر عليهم ربنا، هتفرق كتير قوي. طب جربوا اعملوا التدريب ده، اشكر ربنا على 20 حاجه، حطهم كده قدامك، حطهم في ورقه صغيره، حطيهم جوه الادبيه بتاعتك وانت بتصلي، بس عينك تمر عليهم كده. ان دوت ركعت سنسيس لغايه فين؟ بشكر ربنا على الحاجات دي كلها. طبعا مش ممكن اقول لك مثلا ما حدش فينا هيجي في باله اشكر ربنا على التنفس. ايه التنفس؟ ما الكلام بقى اللي هو يعني هو كلنا انتوا شباب فمش بنشكر ربنا على الموضوع ده، بس انا لما بروح اناول واحد في المستشفى قاعد على الفنتيليتور ما بيقدرش يلقط نفسه لانه بيتنفس من فنتيليتور، اعرف يعني ايه اشكر ربنا على نعمه التنفس؟ لما بروح اناول شاب في بيته عنده حاجة 20 سنة نايم نومة كاملة في السرير لأنه توتال مون باراليزي وأكل وشرب ونوم وتواليت وكل حاجة في السرير، تعرف يعني تشكر ربنا على إنك بتقدر تقوم برجليك تخش تواليت وتقدر تجيب لنفسك كوباية مية وتقدر تاكل وتقدر تشرب. مش مكسور قدام حد، مش مكسور قدام نفسك لأنك فرحان ربنا مديك كل حاجة. حاجات كتير بناخدها كده دي جراتوي، دي حاجات مضمونة يعني مش محتاج تشكر ربنا عليها، أكل وشرب ولبس. لكن في واحد تاني يعرف يشكر ربنا، يقول يا رب اديتني شكل واديتني اسم واديتني عيله واديتني بيت واديتني خدمه واديتني كنيسه واديتني ان انا ابنك واديتني جسدك ودمك. ده الملائكه تشتهي نفسها تشوف اللي احنا بناكله ده، ما تقدرش. الملائكه يقفوا يخبوا عينيهم، واحنا النهارده وقفنا طابور كل واحد فتح بقه اخذ جسد المسيح ودمه والروح القدس يسكن فيك، ايه ده كله؟ تشكر ربنا على ايه ولا على ايه؟ في احد الصلوات بتاعت الفراكسيون في اخر القداس ابونا بيقول كلمه حلوه خالص، بيقول ايه؟ يقول اشكرك وتشكرك عني الملائكه لاني عاجز عن القيام بشكرك كما يستحق عدلك. يعني ايه؟ يعني انا ربي بشكرك ولاني مش هعرف اكمل شكر، مش هوفيك شكر، مش هكفيك شكر، عايز الملائكه تيجي تشكر معايا علشان يا دوبك اشكر ولو على حاجه. اشكرك على ايه؟ اشكرك على ايه ولا ايه؟ احنا بنقول له اشكرك على كل شيء ومن اجل كل شيء وفي كل شيء. اقعد فكر في العباره دي. اشكرك يا رب على الحاجات الحلوه اللي انت اديتهالي اللي انا عارفها، واشكرك على الحاجات الحلوه اللي انت اديتهالي انا مش عارفها. اشكرك على اللي فات من عمري، واشكرك على الحاضر، واشكرك على المستقبل اللي انا لسه مش عارفه. أشكرك على الحاجات اللي كانت طعمها حلو في بقي، وأشكرك على الحاجات اللي كانت طعمها مرة بس كانت مفيدة لي، زي الأدوية، في أدوية مرة، أشكرك برضه عليها، إدتني الدواء الصح في الوقت الصح. أشكرك على الخطايا اللي أنت قومتني منها وقبلت توبتي، وأشكرك على الخطايا اللي أنت منعتها عني عشان ما أقعش فيها لأني مش قدها. أشكرك على المشاكل اللي أنت نجتني منها، وأشكرك على المشاكل اللي شفت إيدك فيها لما دخلت فيها. أشكرك، أشكرك يا رب. تفضل تقول أشكرك 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 أشكرك، دي تبقى كلمة أشكرك لازقة في لسانك، تبقى طول ما أنت ماشي تقول له أشكرك أشكرك، كل حاجة حلوة يا رب، أنا مش محتاج حاجة. أحكي لكم بقى عن إيه؟ عن عم عبد الله. مين عم عبد الله ده؟ واحد كان عندنا في الكنيسة. راجل غلبان كان بيشتغل كده في فيلا
قدام الكنيسه. وبعدين الراجل ده كان عايش في اوضه صغيره وكان مش متجوز ولا مخلف. كان طول النهار يشكر ربنا، يمكن عشان مش متجوز او مخلف مش عارف، بس المهم يعني كان بيشكر ربنا على طول. الراجل ده كان يلبس جلابيه زرقاء، نظاره تخينه قوي كده اهو، ويلبس فوق الجلابيه جاكيت وماسك عصايه، وشكله كان معروف بالنسبه للشعب الكنيسة مالوش. يتميز بانه يجي القداس قبل ابونا وقبل الشمامسه، يعني يصحي الفراش يفتح له الكنيسه، يدخل قبل القداس يمكن بساعه الا ربع، لان عنده شغل قبل القداس. هيفوت لسه على ايقونه ايقونه ويصبح على قديس قديس ويتكلم مع ربنا، وعنده مواضيع ما بتخلص، ما عرفش هو اصلا دنيته ضيقه، ما فيش حاجه في حياته. لا قاعد في اوضه ساكن قدام الكنيسه، ما عندوش اي حاجه يعملها غير انه يروح الكنيسه كل يوم يحضر القداس يوميا قبل القداس بساعه الا ربع، يقعد يرغي مع ربنا في مواضيع احنا ما مش عارف. وبعدين عم عبد الله ده في مره واحد من الاباء، كنت انا بقى لسه ما لقيتش ابونا، قال لي يا فلان روح زور عم عبد الله شوف محتاج حاجه ولا لا. فرحت زورته، قلت له عم عبد الله محتاج حاجه؟ فراح قال لي، كان عنده، كان راجل صعيدي يعني كان عنده لازمه كده يعني كلمه بيكررها كل شويه، قال لي معدن. معدن يعني ايه؟ معدن يعني الاشياء معدن، تعرف التعبير ده؟ يعني كل حاجه حلوه الحمد لله، الاشياء معدن دي صعبه قوي. المهم يعني هو كان راجل كمان يعني حتى العربي بتاعه انا ما كنتش فاهمه يعني. المهم بيقول لي كل حاجه حلوه الحمد لله فل يعني مش محتاج حاجه. قول له طب انت مش محتاج حاجه؟ يقول لي لا الحمد لله. قول له ده لا صحيح، قول لي يعني مش محتاج ادويه؟ يقول لي لا صدقني كله موجود يا استاذ، ربنا يخليك ربنا يعوضك ويبارك فيك، تعبت نفسك وقلت لك يا عم عبد الله قول. اصل انا مش محتاج حاجه يا عم عبد الله بس قول لي. قال لي اصل هو مش مخليني محتاج حاجه يعني. فانا الاول فكرت قلت يمكن ابونا او يمكن حد تاني من الخدام. بعدين قال لي اصل هو واخد باله يعني من كل حاجه. شو هو هو بيتكلم على حد يعني في بيرسون معين يعني. فقلت له هو مين؟ راح ضحك كده قال لي هو. قلت له اه شكرا شكرا بيتكلم عليه كده يعني. قال لي استنى بقى لما اخش اجيب لك حاجه هسقع في الشعر. فدخل الاوضه وغاب، هي الاوضه اصلا 2 متر في 2 متر معرفش راح فين في الاوضه دي وغاب. وبعدين في حوار شغال كلام مش مخليني عايز حاجه وساترها عليا، جبت لي الادويه مفكرني بالدواء كمان، ده انت يا رب حلو خالص، والميه موجوده وحاجه ساقعه كمان عشان الضيف، ده انت يا رب خيرك يا رب مكفينا وغرقنا. صدقوني عايز اقول لكم ان الاوضه بتاعته ما كانش فيها تواليت، كان بيحب يخش تواليت كان بيروح كنيسه. انسان عنده كل امراض الدنيا، رجليه ورمه قد كده وعينيه طالعه بره قد كده وعنده سكر وضغط ودايبيتك وقلب وكل حاجه في الدنيا، بس ما عندوش غير كلمة أشكرك يا رب، أنت مش مخليني عايز حاجة. قلت له قول لي يا عم عبد الله يومك بيمشي إزاي؟ أنا حسيت إني قاعد قدام راهب من القرن الرابع. قلت له يومك بيمشي إزاي؟ قال أنا أروح الكنيسة الصبح أحضر القداس. قلت له وبعدين؟ راح وشه بقى كده منور ارتاح خالص وقال لي وبعدين؟ قال لي أقعد. ايوه يعني. ايه يعني؟ قال لي اقعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده يا استاذ. قلت له مال ماشي تعمل ايه بقى؟ كرسي خشب ملوش شلته وبيوجع الضهر مال تقعد تعمل ايه؟ قال لي لا بقعد. وشه يبتسم ويقعد. بعدين لقاني مش فاهم، قال لي بقعد بقعد مع المسيح، يعني انت عامل لي استاذ ومش فاهم؟ انت معلم اسرائيل ولا تفهم كده يعني؟ بقعد مع بقعد يعني بقعد مع المسيح، هي دي فيها فهم؟ هي دي فيها تقعد مع مين؟ بقعد مع المسيح. وطول النهار بقى انا قاعد مع المسيح، الانجيل اهو على رجلي، واقعد اقرا في الانجيل واسبح ربنا واقول الترانيم القديمه اللي انا حافظها وانا بشكر ربنا على كل حاجه. عجيب عم عبد الله. بعدين عم عبد الله ده راح السماء، وبعد ما راح السماء لقيت بنت اخوه بتكلمني تقول لي احنا لقينا نمرتك عند عم عبد الله في الاوضه. قلت لها اه، كنت سيب له النمر عشان لو احتاج حاجه. قالت لي طيب هو بس كان موصي حاجه كده في وصيه. قلت لها خير. قالت لي الاوضه اللي هو كان قاعد فيها اللي هي مترين في مترين الاوضه دي هترجع لصاحب البيت. فقلت لها طيب عادي ايه المشكله؟ قالت لي في مفروض مبلغ، انا افتكرت تقول ان احنا ندفعه يعني. قالت لي لا ده المفروض في مبلغ صاحب البيت هيدفعه لنا. قلت لها كويس حاجه تخصكم يعني. افتكرت بقى عايزه ان انا ادخل في الموضوع اساعدهم اكلم لهم صاحب البيت. قالت لي لا لا مش ده الموضوع، الموضوع ان عم عبد الله كان سايب وصيه إن المبلغ حوالي 20,000 جنيه، تمن الأوضة دي
اللي صاحب البيت هيدفعه تبرع للكنيسة عشان لو في حد ما عندوش مكان يقعد فيه الكنيسة تجيب له مكان يقعد فيه. لا لا ده فعلا راهب من القرن الرابع لدرجة ان حتى القلاية الأوضة اللي كان قاعد فيها تبرع بثمنها مش لبنت اخته ولا بنت اخوه ولا لأي حد. الكنيسة قال في ناس محتاجة. ده مش بس بيعرف يشكر ده عارف يدي. اما عبد الله كان مشغول بحاجات عجيبة جدا كان بيعرف يعمل حاجات حلويات صغيرة كده زار هو كان زمان طباخ يعني مش شوية رز باللبن شوية جبنة باللبن حاجات كده كل شغله بقى ايه هو ما يقدرش يجيب الماتريال نفسها بس كان يقول مثلا واحد يقول له طب ممكن اتعبك في حاجة يقول له اه يقول له اصل انا راجل غلبان ونفسي في رز بلبن ينفع تجيب لي كيسين لبن وشوية رز فيقوم الراجل ده يديله يجيب كيسين لبن وشوية رز يقوم واخد اللبن والرز ده عامل رز بلبن هو مش هياكل عارفين يعمل فيه ايه؟ يعني يديه لحد من العيال الصغيرين يروح لابونا في الكنيسة يقول له خد يا ابونا انت بالصبح قاعد بتاخد اعترافات خد كل شوية رز بلبن تغير طعم البق طبعا عشان كده كنت بحبه جدا يعني مهم يعني واحد مشغول بالاخرين واحد مشغول بالناس اللي بره ده عم عبد الله بيشكر ربنا مش حاسس ناقصه حاجه ده كمان عرف ايه جدي il y a dedans sans augmentation que s'il n'est pas accompagné d'un remerciement le clé de tout temps الشكر مفتاح لكل شيء يقول ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر عايز ربنا يبارك اشكر ربنا كتير كل ما تشكر كل ما ربنا يبارك ويزود اكتر يبقى اول حاجه عشان نكون كونتنتين نعمل ايه واحد خليك ايه اثنين اوبر ميرسي ناخد بيوت بقى سوي شاريتابل يعني نمره رابع تبقى دوني Non seulement il faut se contenter en remerciant Dieu, mais il faut donner. Si quelqu'un te force à faire une mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. ماتيو 5 طبعا الكلام ده يعني بالنسبة للتعليم بتاع العالم وبالنسبة لأي حتى بيرفكسيون في الدنيا ده كلام يعني شوكان ازاي يعني؟ يعني ايه من سألك فاعطيه؟ امشي ادي كده للناس كلها ويعني ايه أي حد يطلب منك تديله حتى لو أخد هدومك تديها له وتقعد أنت بردان ولا عريان ولو واحد قال لك تمشي ميل تمشي معاه اتنين يعني مش للدرجاتي مش للدرجاتي كل حاجه بالحكمه ويقولوا علينا ان احنا يعني لا مش واقعيين الاديان الاخرى والتعليم الاخرى يقولوا علينا ان احنا مش واقعيين لان ده تعليم المسيح ابعد بمسافه بعيده جدا عن اي تعليم اخر من سالك فاعطيه حبوا اعدائكم باركوا لعميكم كل من سالك فاعطيه الكلام ده الحقيقه صادم بالنسبه للناس تن يعني أنا بتخيل اليهود اللي سمعوا المسيح على الجبل وهو بيتكلم في موضوع من سألك فاعطيه دي يعني اتخضوا تعليم المسيح كان كده أصلي تعليم المسيح لازم يكون مثالي مرة بتكلم مع واحد من الشباب فبقول له بيقول لي إيه رأيك يا أبونا إن في وصايا كده مستحيلة تنفذ بقول له ليه؟ أساساً من ضربك على خدك الأيمن باركوا لعنيكم حبوا أعدائكم الكلام ده مثالي هو يقصد بإيه مثالي؟ يعني إيه مثالي؟ إكزامبلير يقصد الكلام ده إكزامبلير هو يقصد يقول مش مثالي هو يقصد يقول خيالي بس بيقولها بطريقة شيك مثالي الكلام ده مثالي ولما يقول مثالي كأنه عايز يعفي نفسه من غير كده الكلام ده مثالي خلينا في الواقع الكلام مش واقعي يعني هو الحقيقة مثالي هو الحقيقة مثالي لأن وصية المسيح مش ممكن تقل عن إكزامبلير مش ممكن لازم تكون المسيح هو الكمال كله لكن هو كمان واقع لأنه في ناس عاشت بده لأن في عم عبد الله ولأن في عم جرجس ولأن في عم عبد المسيح ولأن في ست فلانة في ناس قدسية فالكلام صحيح مثالي لكن واقعي
مش خيالي. عشان كده في ناس عاشت بالوصية دي، حتى لو الوصية دي العالم ما فهمهاش، حتى لو الدنيا كلها شافت ان من سألك فاعطيه، ده نوع من انواع سوري العبط. في ناس تشوف كده، وان ضربك على خدك الايمن حول له الاخر، ده نوع من انواع ضعف. وانك تمشي في الطهارة وفي النقاوة، ده نوع من انواع السذاجة. وانك تبقى بتاع الكنيسة وبتاع ربنا وكل يوم حد تروح الكنيسة، ده نوع من انواع الدروشة. عندكم دروشة دي ولا مش عندكم؟ دروشة يعني مش مترجم، دروشة دي صعبة او مستحيل، لكن ايه؟ يعني واحد كده مش فاهم هو بيعمل ايه، يعني مجنون حاجة زي كده. انت لسه بتصدق في ربنا وفي وجود ربنا؟ لسه بتؤمن بالكلام ده؟ بتضيع وقتك، بتضيع وقت اللي حواليك. يا ابني استغل الدنيا، انت في اجمل سنين عمرك، ده شبابك، افرح واتنطط واخرج واعمل علاقات وجرب كل حاجه. احنا نعيش الدنيا مره واحده، وانت هتقول لي ربنا وضميري وروح قدس ما تفك كده الموضوع. في ناس تفكر بالطريقه دي ويشوفوا ان انت كده معقد، ويشوفوا ان انت كده مش سوي وعندك حاجه نفسيه ومش طبيعي، وان انت عشان عايشه في طهاره وفي نقاوه وعامله حدود للريلاسيون اللي حواليكي، لا انت قط، انت مش طبيعيه. لكن ولاد ربنا يحسوا انه انا ماشي بالوصيه بتاعتك يا رب، مهما اتقال عليا لكل كمال رايته منتهى، اما وصاياك فواسعه جدا، همشي في الوصيه بتاعتك، مش ممكن اسيبها. اتمسك باسمك واتمسك بالوصيه بتاعتك حتى لو العالم ما فهمهاش. مره سالوا واحد كان بيعمل دراسات في الحضارات سيفيليزاسيون، بيقارنهم ببعض، متخصص في الموضوع ده. فقالوا له ايه هي قمه الحضاره؟ ايه هي السوميه بتاعت الحياه السيفيل كلها، العالم كله وصلها في كل الحضارات والتاريخ اللي انت درسته؟ قال لهم قمه الحضاره هي تلك الثلاث سنوات التي عاش فيها يسوع المسيح على هذا الكوكب. قمه الحضاره هي الثلاث سنين ونص اللي كان فيهم ربنا يسوع عايشها. قالوا له ما هي قمه الثلاث سنين ونص اللي عاشهم المسيح؟ قال كان له قمتين، جبل الموعظه وجبل الجلجوزة. مرة وقف قال طوبى لكم، وقال من سألك فاعطيه، وقال الوصايا، ومرة طلع على جبل الجلجوزة عشان ايه؟ يفدينا ويخلصنا. عشان كده مهما الكلام ده كان صادم للعالم، لكن احنا ولاد ربنا فاهمين دي سكة السبب. تعرف تدي اللي عندك، تعرف توزع من اللي عندك. يعني ايه أدي؟ يعني ايه أدي؟ طيب أدي العشور؟ يا ريت، حلو خالص، ده مستوى. أقل من كده لا، ده أنت متأخر، لازم على الأقل تدي العشور. العشور بتاعتك دي يعني إيه؟ يعني 10% من أي حاجة، 10% من أي حاجة. بس في حاجة بقى عايز أقولها لك، العشور دي وصية العهد القديم. يعني إيه وصية العهد القديم؟ يعني إحنا المفروض ندي العشور ده المينيمم، لكن المفروض كمان ندي إيه؟ بلو كو 10%، إحنا المفروض ندي أكتر كمان من العشور. في ناس بتدي 10%، وفي ناس بتدي 15%، وفي ناس بتدي 40%، وفي ناس عايشه بالعشور. يعني ايه عايشه بالعشور؟ يعني ادت ايه؟ 90%. فايه رايك؟ انت ناوي تدي ايه؟ بلاش، بلاش اقول لك تدي ايه، مش ضروري كل حاجه تبقى ماديه، ومش ضروري العطاء يبقى دايما فلوس. احيانا ممكن يكون العطاء مجهود. ما هو نوع من انواع العطاء انك تتعب في الخدمه، انك تصحى بدري، انك توضب يوم روحي للاطفال، انك تقعد تستحمل العيال وهم متعبين ومزعجين، انك تسال على واحد او تسالي على بنت ما بتجيش الاجتماع، صاحبتك او اختك، او انك تهتم بانسان ممكن ما عندوش اصحاب قوي، كل الناس بتنفر منه وبتبعد عنه، انت عشان تقعد معاه وتهتم بيه ده ممكن يبقى شيء متعب، ده نوع من انواع العطاء. تدي. الناس بتحب المسيح وبتشوف فينا المسيح لما بندي. شوف ابونا بشوي كامل. عارفين ابونا بشوي كامل؟ كاهن كان في الاسكندريه واتنيح يعني سنه ايه؟ 79. ابونا بشوي كامل ده كان راجل حلو خالص. ابونا يدي كل الناس. اي حد محتاج حاجه يخبط عليه ياخد منه. في مره من المرات خبط عليه المنجد. معرفش المنجد دي تترجم ايه. اللي هو بيوضب المراتب يعني على القطن ده. كان ساكن تحت البيت عنده، فطلع خبط عليه، قال له ابونا الحقني انا واقع في عرضك. قال له خير. قال له العربيه اللي بروح بيها الشغل، اللي بعمل بيها شغلي، احط عليها العده واركب فيها العمال واروح واجي بيها، باظت، وانا عندي بقى شغل واكل عيشي. ف
كان يجدني اعمل ايه؟ قال له طب امر انت محتاج ايه؟ قال له يعني لو ينفع تسلفني عربيتك النهارده وبكره يعني اروح بيهم مشوارين بس عشان الشغل لان ده عليا التزامات واخد فلوس ابونا قال له اه طبعا جدا حاضر. دخل جاب له مفتاح العربيه. طبعا تاسوني انجيل مرات ابونا بشوي كامل شافته بيدي مفتاح العربيه للمنجد وقعدت ايه؟ يا ابونا انت بتعمل ايه؟ يا ابونا بالعقل حد يعمل كده تدي مفتاح العربيه للمنجد ده ممكن يخبطها يعمل بيها حادثه يضيعها مش هيهتم. معلش معلش ده اكل عيشه. الراجل عايز يروح مشوار هيجرى ايه؟ هيجرى انجيل يوم ولا اتنين. طبعا العربيه اتاخدت يوم اتنين تلاته بعدين الراجل اتكسف فطلع قال ابونا انا مش عارف اقول لك ايه بس العربيه بتاعتي لسه ما رجعتش ولسه عندي شغل. تاخد المفتاح ولو يعني لو ينفع تسيبها لي اخر الاسبوع هبقى شاكر جدا. قال له قوي قوي. عدى الاسبوع واثنين وثلاثه والراجل بطل يتكسف بقى يعني طب يتكسف بطل يتكسف. وبعد ايه اسبوعين تاسوني انجيل قاعده بتفرق يا ابونا العربيه احنا متمرنطين في المواصلات والراجل رايح جايب العربيه. لايه؟ قال لها بس تاسوني طالما لسه ما رجعهاش يبقى لسه محتاج استنى. وبعد شهر الراجل رجع العربية. بس القصة مش كده. القصة إن لما أبونا بشوي كامل اتنيح وراح السماء كنت بتتفرج على منظر الراجل ده وهو بيعيط وبيصرخ في الكنيسة يقول ما عملش معايا أبويا اللي عمله معايا الراجل القسيس بتاعكم ده. ده فتح بيتي، ده جوز بناتي، ده إداني، ده أنتوا مش ممكن تكونوا كفرة، ده لو ده الكفر أنا عايز أبقى كافر. مش انتوا بتقولوا على المسيحيين كفره؟ لو ده الكفر انا عايز ابقى كافر. يعني لو هم بيقولوا ان احنا مش 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 كرايون، فهمتي كفره دي؟ فالراجل قد ايه كان متاثر. قال ابويا ما عملش معايا كده. ده لو اخويا بنتخانق مع بعض على قرشين والغريب يديني ويكفيني ويديني تاني وما يسالش ولما يسلف ما يسالش من سالك فاعطيه. واللي يستلف منك ما تطلبش انه يرده العطاء. طبعا لما عايز تكون مكتفي جرب تفك من جيبك وتطلع حاجه من جيبك وتكتفي باللي عندك. كلنا عندنا لبس كتير ممكن لدرجه انك تفتحي الدولاب وتعملي كده عشان الهدوم بتقع عليك وعشان هو مش متوطب كمان ده موضوع تاني. لكن احيانا كتير يبقى عندنا لبس كتير. عايز تقول ايه؟ اللبس ده دق عليا خلاص وصغر. بس حلو خليه. طب ادي لحد تاني. اصل البلوزه دي غاليه عليا وفي ذكريات حلوه. طب 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 انت لسه جايبه سته يعني خلاص طلعي. طب هاتي حاجه تانية هاتي حاجه تانية. في حاجات كده هبعتها اوديها للكنيسه. معرفش انتوا بتعملوا كده ولا لا. عندنا في مصر ساعات في ناس تدي اللبس القديم للكنيسه نوزعها على البوفرو كده يعني. تطلع اللبس القديم من الكيس تحس انه ايه؟ مش لبس قديم. هو قديم بس مش لبس يعني حاجه كده يعني حاجه بايظه خالص. ده بقى اللي استوى راح للكنيسه. لكن طول ما في نفس خليه يعني طول ما هو ينفع يتلبس خليه حتى لو حاجه سيمبوليك كده خليه. ما تروح تشتري يا حبيبي ده انت بتشتري. ده انت ممكن في جيبك وانت نازله تشتري هدوم انت محتاجه مثلا تجيبي جاكيت واحده الاقيك تجيبي اثنين ثلاثه. طب ليه برضه تجيب كتير؟ تقول ويعني يعني ما احنا معانا فلوس بعدين في اوفر وبعدين في اسمه ايه؟ كاسيون اسمه يعني سول انت يعني عجيب عشان دي فرصه. هي فرصه دي يعني خلت ناس كتير تشتري حاجات كتير هما مش محتاجينها بس لان دي فرصه. فتشتري تشتري تشتري لان انا مش قنطنطين. طب ينفع تجيب الحاجه اللي انت عايزها؟ جيب على قدك. مش غلط لو انت محتاج لبس تنزل تجيب بنطلون وتجيب شميز وتجيب جاكيت وتجيب شوز وتجيب كل حاجه بس جيب اللي انت محتاجه ما تجيبش زياده وبعدين تكوم عندي بعدين مش قادر اطلع من اللي عندي. جرب تطلع من اللي عندك. الصوم هو نوع من انواع العطاء. ما هي فكره الصوم اصلا ان انت تمنع نفسك من وجبه يعني تصوم الصبح انقطاعي وثمن الوجبه او قيمه الوجبه دي تروح للبوفر. هو مش نصحى ناكل فول. هو الصوم مش كده يعني. الفكره مش انك لما تصحى الصبح تاكل فول بدل ما تاكل فرنش. لا الموضوع مش كده يعني. فكره الصوم انك تصحى الصبح ما تاكلش شويه بعدين بدل ما تاكل بقى اكل غالي ومكلف وكده لا ما تدلعش نفسك. ممكن تاكل حاجه خفيفه كده اكل نباتي وتمن بقى اللي كنت بتصرفه كتير في الاكل والخروجات ودي ده للبفر.
فيك تصوم تعرف تدي. لو عرفت تدي هتعرف تفرح باللي عندك. طول ما انت عايز تمد ايدك عشان تاخد انت مشغول باللي بره، عمرك ما هتفرح. عمال تكوش وعمال تمسك بس مش لاقي حاجه تمسكها. عشان كده سليمان الحكيم يقول ايه؟ باطل الاباطيل والكل قبض ريح. يعني ايه قبض ريح؟ قبض ريح يعني تمسك كده الهواء. عرفت تمسك الهواء؟ تعرف تمسك كده تلاقي ايه في ايدك؟ هواء تمسك. حط لنا البابلز دي ونافخ، تلاقي بابلز بقى حاجات تكنولوجي، خروجات حلوه، مش عارف ايه، في علاقات، واحنا عمالين نجري زي العيال نقفش في البابلز دي. كل ما نقفش في واحده نبص في ايدينا نلاقي الحقيقه ايه؟ مفيش حاجه. كل حاجه طلعت قد ريح. الحاجه الوحيده اللي تمسك فيها تلاقي ايدك مليانه بالمسيح. عشان كده بولس الرسول يقول لتيموساوس ايه؟ امسك في الحياه الابديه تلاقي حاجه تمسك فيها، لكن طول ما انت بتحاول تمسك في الدنيا ما تلاقيش حاجه تمسك فيها. امسك في السماء عشان ايدك تبقى مليانه. مين ايده مليانه؟ هو الانسان اللي ماسك في المسيح. في واحد ايده ممدوده عشان ياخد، وفي واحد ايده ممدوده عشان يدي. في واحد عامل ايده كده عشان يضرب، وفي واحد عامل ايده كده عشان يتوب. في واحد عامل ايده كده علشان يزق، وفي واحد عامل ايده كده عشان يطبطب. انا ترى ايدي شكلها ايه وعامله ايه؟ في ايد معموله عشان تخبط، وفي ايد معموله عشان تعمل مطانيه. يا ترى ايدي شكلها ايه؟ قبضه ايه؟ البوينت بتاعتي شكلها ايه؟ بوجهها لمين؟ في ناس بتعرف تدي، ايديها مفتوحه بالعطاء. ادي هتشوف بركه ربنا. لما تدي هتبقى فرحان وهتبقى شبعان باللي عندك. ناخد رابع حاجه، انتوا تعبتوا؟ ناخد رابع حاجه واخر حاجه. اخر حاجه بقى ايه؟ سوايي راساسيي. بيقول كده: كار مون بوبل اكومي ان دوبل بيشي، il m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. في ارميه. شعبي عمل شرين. عمل ايه؟ شرين. كار مون بوبل اكومي ان دوبل بيشي، عمل خطيتين. الخطيه الاولى سابوني انا، والخطيه الثانيه راحوا يحفروا لانفسهم ابار، بير بتاع الميه، ابارا مشققه لتضبط ماء. شعبي عمل شرين، سابوني انا ينبوع الحياه، سابوا ربنا وراحوا يدوروا على مكان ثاني يشربوا منه. عشان كده المسيح قال انا هو ايه؟ الماء الحي. لما اتكلم مع السامريه قال لها اللي يشرب من الميه بتاعتي ما يعطش ابدا، انا الماء الحي. لكن في واحد ثاني يقول انا هدور على حاجه تشربني. فيجري يدور يلاقي سراب، فيجري على السراب يلاقي ميه مالحه، ولما يشرب من الميه المالحه يعطش اكتر، يفتكر نفسه هيتروي، يجري وفي الاخر يلاقيها لك مالحه كده، يشرب 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 يلاقي نفسه عطشان اكتر. يا ترى انا لما بجري على انه ميه؟ الميه الحلوه ولا الميه المالحه؟ مين يشغلني اكتر؟ في ايه في سفر المزامير بتقول ايه؟ كما تشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك الله. يعني ايه؟ الايل دي نوع من انواع الغزلان، الغزال الصغير كده. الغزال ده وهو بيجري وبيلعب وبيتنطط، بص لو حد مش فاهمني يقول بليز عشان يعني وقفني. الغزاله دي طول ما هي بتجري وبتتنطط ممكن تطلع كده زي تعبان زربان كده، يطلع من وسط الحجر ويلدعها يوجعها يعني. فالغزاله دي جيلها نوع من انواع السم في جسمها، والسم ده يسبب لها عطش شديد قوي. فالحل الوحيد انها تتخلص من السم ده انها تجري على لك تكون فيها ميه حلوه، تقعد تشرب 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 علشان تغسل بطنها من السم. فداود النبي بيقول زي ما الغزالة تجري على المية أنا بجري عليك يا رب. فهمتوا المثل؟ فهمتوا الآية؟ يعني داود النبي بيقول إيه؟ لما الغزالة بتجري على المية مش بتبقى بس بتجري عشان يعني الأسوة، إنها بتجري لأن دي مسألة إيه؟ حياة أو موت، هي عايزة تعيش، هي عايزة تلحق نفسها. قال أنا لهفتي عليك يا رب، وجيعوا في كده إن أنا أترمي فيك وأشبع منك وأشرب منك، مسألة حياة أو موت. ده مش أوبشن، ده مش أنا عايز أشرب لو ما شربتش دلوقتي أشرب كمان شوية، لا، ده في سم جوه، الحل الوحيد إني أشرب. أشرب المسيح، عشان كده المسيح قال أنا مية اشربوني، أنا خبز كلوني، عشان عايز أدخل جواك.
ولانك مش بتعرف غير وتاكل وتشرب، انا هبقى اكل وشرب عشان ادخل جواك. في اكتر من كده، اشبع بالمسيح عشان ما تدورش على حاجه تانية تشبعك، لانك لو ما شبعتش بالمسيح هتدور على اي حاجه تانية وهتطلع ميه مالحه. احكي لكم حكايه من العهد القديم. تعرفوا ايليا النبي؟ عارفينه كويس طبعا. كان عنده شعار كده دايما يقوله، حد فاكره؟ حي هو الرب، حي هو الرب الذي انا واقف امامه، واقف امامه. فاهمينه ده؟ طيب حي هو الرب يعني، يعني ربنا فيفون ها فيفون ليترنال، الذي انا واقف امامه يعني دفون لي. كان دايما يقول الجمله دي، انا دايما واقف قدامك يا رب. ودي كان بيقولها لانه انسان بيعرف يصلي كتير، فكان في كل لحظه يقدر يقول الذي انا واقف امامه دايما. كل لحظة بالنسبة له هي لحظة يعتبر نفسه فيها واقف قدام لسانيور. وبعدين كان إيليا ده عنده تلميذ، تلميذ إيليا اسمه إيه بقى؟ إليشع. إليشع اللي هو مين بالفرنسي؟ إليزي بقى رح عمل إيه؟ كان عنده نفس الشعار، تعلمه من الأستاذ بتاعه. كان يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إليزي بقى كان عنده تلميذ، كان اسمه إيه لو جدع تقول لي بقى؟ جحزي. جحزي ده اسمه إيه بالفرنسي؟ مش مهم. إذا كان إليشع طلع إليزي، إيه جحزي ده يطلع إيه؟ ده هو أصلاً جاي جحزي، طب هيطلع إيه؟ يعني ما مش مهم. مهم يعني. جحزي كان عنده بقى ايه؟ نص الشعار. بص عمل ايه جحزي؟ كان في مره واحد عنده مرض كده اسمه البرص، مرض في البوق كده بيجيله كده لبر. وبعدين سمعان اسمه ايه؟ نعمان، ده كان اسمه نعمان اللي عنده لبر ده، سمع ان إليشع ممكن يشفيه، فراح لإليشع قال له تشفيني؟ قال له طب روح استحمى في نهر الأردن. في الأول مرضاش، بعدين رضي، فنزل في الأردن كده ساد فوق، بعدين طلع إيه؟ كل جسمه نظيف وحلو. ودي أصلا قصة بتشاور على المعمودية يعني، ده موضوع تاني. المهم يعني نعمان ده لما جسمه خف حب يشكر قوي إليشع، فراح بقى لإليشع وقال له يعني أنا مش عارف أشكرك إزاي، ده أنا طول عمري كان عندي المرض ودلوقتي أنا خفيت، فيعني لو ينفع تقبل مني شويه هدايا، حاجات بسيطه جبت لك هدايا كده يعني اشكرك بيها يعني عشان اقول لك ميرسي. فإليشع قال له كده، ان حي هو الرب ها الذي انا واقف امامه، اني لاخذ، خدش منك حاجه. ليه؟ عشان ربنا اللي عمل. وليه كمان؟ عشان انا ايه؟ مش محتاج حاجه عشان شبعان بربنا. حي هو الرب الذي انا واقف امامه، حي هو الرب الذي انا واقف امامه. ليه يعرف يقول الجمله دي؟ ما ياخدش من نعمان السورياني حاجه. اني لاخذ، مش عايز، شبعان، ما رضاش ياخد. مين سمع الكلام؟ جحزي. تلميذ بقى إليشع، قال ايه؟ ركز معايا قوي، قال ايه جحزي؟ بص، شاف الهدايا، عينيه لمعت. حي هو الرب اني اجري وراءه واخذ. قال كده، كتاب مقدس قال كده، كتبها كده. حي هو الرب ها اني اجري وراءه واخذ. ليه يا جحزي؟ قال اصل انا ما بقفش قدام ربنا، مش زي إليشع، مش زي إيليا. اللي بيقف قدام ربنا ما بيجريش ورا الناس، انما اللي مش بيقف قدام ربنا بيمشي ايه؟ يشحت، الضمان طول طال. ممكن اخد منك شويه ريسبكت، ممكن اخد منك شويه حب، ممكن اخد منك شويه تشجيع، ممكن تديني علاقه حلوه، ممكن تديني شهوه جسديه، ممكن تديني فلوس، ممكن تديني طلباتي، ممكن تدوني نزواتي ورغباتي والفيل عندي، لاني مش اشحت، لاني قلبي فاضي، لانه مش شبعان قدام ربنا. اللي هيقف قدام ربنا مش هيجري ورا الناس، واللي مش هيقف قدام ربنا هيمشي يشحت من الناس كرامه واحترام وحب وشهوه وعلاقه. المشكله انه جعان من جوه. لما تلاقي الحاجه من جوه فاضيه وبدور على علاقه وعلى شهوه، ده معناه اني من جوه فاضي. ويبدا الشيطان يعرض عليا علاقه فيها
تجاوز او علاقه فيها خطيه عشان تشبعك، منظر وحش، ما انت متضايق وبتفرغ عن نفسك، ما انت متضايق، ما انت محبط، هتعمل ايه عشان تطلع من اللي انت فيه؟ ان هو ده حب وانت محتاج الحب. وبعدين احنا العلاقه بينا رومانتك جدا، ما فيهوش اي شهوه، بس كل ما هنالك ان احنا عايزين نعبر عن محبتنا لبعض. فبدات العلاقه بشويه تاتشز وزادت العلاقه عن كده، ودخلت في العلاقه في مستوى اعلى، وانت متضايقه، والجسد اللي اتدهن بزيت الميرون والجسد اللي بياخد جسد المسيح ودمه اتهان في الخطيه، وانا فاكر ان انا رايح اشبع، انما الحقيقه اني مش هشبع، الحقيقه انا عملت زي جحزي، الحقيقه هرجع جعان اكتر، لاني هشرب ميه مالحه، ولاني هفقد المسيح. شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الحياه وحفروا انفسهم ابارا، سابوا المسيح وجريوا ورا نعمان السرياني. بدل ما اقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه، جريت ورا نعمان السرياني وقلت له اديني، وعشان كده عمري ما هشبع، وعشان كده عمري ما هكتفي. لو عايز تبقى شبعان اشبع بالمسيح. يا بخت الانسان اللي هينزل الصبح من بيته ماسك المسيح في ايده وصلي، قاري انجيله، شبعان، قلبه مليان، فمش جعان، فمش هيفرق معاه خطيه ولا شهوه ولا علاقه. الاثرز بتاعت الشيطان مش هتزغل العينين، البترين بتاعت العالم، الفاترين اللي طول النهار تنور وتلف وتعمل دوشه دي كلها مش هتنور، مش هتزغل العينين، مش هتفرق معاه حاجه. انما الانسان الجعان يبقى عينيه هتاكل الحاجه لانه من جوه فاضي. انما اللي مليان بربنا يقول طب وبعدين، يعني الحاجه دي مش ناقصاني، انا واخد المسيح. واللي معاه المسيح يبقى معاه توتشوز، مش محتاج حاجه. اللي مش معاه المسيح لو ادينا له توتشوز هيحس برضه انه ايه؟ انه مازال جعان. فهمتوا حاجه؟ طيب اقول تاني الاربع نقط. اول حاجه ايه؟ عشان نبقى كونتنتيفو، نعمل ايه؟ كومون كونتنتيفو، نميرو ان؟ سوايي؟ نميرو دو؟ ميرسين، نميرو توا؟ شاريتي او شاريتاب، سوايي شاريتاب، نميرو كاتر؟ أساسية. يعني تشبع بالمسيح، ومكان الشبع بالمسيح هو اوضتك وقليتك ومخدعك، المكان اللي بتصلي فيه، الركن اللي انت هتحطي فيه صوره للمسيح وتسجدي فيه وترفعي قلبك وتصلي وتقري الانجيل، هتطلعي شبعانه من القعده دي. اوعى تخرج من الباب من بيتكم وانت مش شبعان، احسن الشيطان هيعرض عليك حاجات متعبه وهيمرر بقك وهيديك ميه مالحه مش هتشبع. اشبع بالمسيح، اشبع بالجسد والدم، اشبع بآية من الكتاب المقدس، تقرا الكتاب المقدس تشبع. غير العقل الفاضي، أي حد يرمي له فكرة يقعد يفكر فيها، أي حد يرمي له علاقة يجري وراها، لكن الإنسان اللي شبعان بالكتاب المقدس بكلام ربنا يبص يلاقي طول النهار كلام ربنا في لسانه. اشبع بالصلاة، اشبع بالإنجيل، اشبع بالجسد والدم، اشبع بالتوبة، لأن الخطية جوع والتوبة شبع. ربنا يديني ويديكم نعمة وبركة، حافظ عليكم وفرحكم. حد عنده سؤال؟ حد عنده إضافة؟ حد عنده اعتراض؟ حد يقدر يعترض؟ طيب أشكركم، إحنا دلوقتي ممكن